شيء غادر ملكية بالضبط. هذا كان محل تصوير في وسط يعني من الأربعينيات. والمكتبة تقدروا تتصوروا فيها، مسموح تتصوروا فيها. في عندنا البلكونات هون، وفي منطقة جوا اسمها سربية العبد اللي بهذا الشكل. حاطين هيك جزء. هدف من فكرة متحف أرمات عمان هي حفظ تاريخ مدينة عن طريق اللوحات الإعلانية، وهي الحمد لله أول مرة بتصير في التاريخ، يعني هيك المفترض. طبعا هي يعني البداية بلشت إنه يعني صار في خوف على اللوحات الكلاسيكية اللي عملوها الخطاطين من الستينات وأربعينات وخمسينيات القرن الماضي، صار في عليها خوف إنها من الضياع. ففكرة المتحف هي بالدرجة الأولى المحافظة على اللوحات. يعني المكان بشكل عام يعني هو يعني شكر للخط العربي، شكر للخطاطين اللي ساووا هاي اللوحات. واحنا مقابل ذلك برضو في عندنا مكتبه يعني فيها كتب يعني عن الخطوط العربيه بشكل عام. في عندنا ركن ما يسمى ركن الضاد، بصير في دورات خط عربي. انا نازله مع اولادي هيك على وسط البلد نشوف بعض الاماكن اعرفهم عليه، وما هذا من الأماكن اللي يعني جذب انتباهي إنهم يعرفوا كيف كانت عمان زمان وأشياء، وشوفت هون أرمات لأماكن كنت أعرفها وحكت لهم، يعني رجعت ذكريات قديمة. يعني الجرمات القديمة هاي يعني نادر ما نقدر تلاقيها هسا، كانت الزرقة ولا بعمان ولا بأي منطقة. فمتحف حلو جميل جدا جدا، انه برجع الناس للايام الماضيه الجميله. هوايتي اللي هي الخط العربي، يعني اقعد اخطط واكتب اشياء في الخط العربي. اجيت هون على المتحف مشان اعلم صحباتي يعني وبنات خط الرقعة، وبلشنا صار لنا اسبوع تقريبا بنتعلم هون، وكثير مستمتعين لانه المكان بجنن والدورة نفسها كثير حلوة، والمكان كثير مناسب. يعني كان اختيار كثير موفق انه نعمل الدورة هون، لانه عبارة عن يعني المكان عبارة عن ارمات كلها بالخط العربي. هاي فلسفة معك. Thank you.